هي مالتي كالعادة كالعادة ويا مالتي لا حول ولا قوة إلا بالله. بنزيما وصل مرحلة من الحظ السيء إلى شيء ما لها معقول أبدا. اللاعب حقق بالندور آخر سنتين والآن نفسيته صفر ومستواه صفر. ولكن الحل عندي أنا يا بنزيما، أنا اللي بجيب لك الحل هذا. أنت الآن شعرك في فراغات، الفراغات اللي براسك هي اللي مسببت لك ضيق في التفكير، تفكيرك سيء ما تعرف تفكر ليش بسبب الفراغات، فمالك إلا حاجة واحدة يا بنزيما. عندك زيت العجائب يا بنزيما يكثف شعر راسك وينعمه ويضبط لك ويخليك تفكر زين. اشتراه رهيب والله. بالنسبة لك عز المتابع، في حال ما شريتها اتوقع يوم من الايام بيصير شعرك مثل شعر بنزيما، فلازم انك تستخدمه لا سمح الله طبعا. ولكن في حال عندك تساقط، عندك ثقل في الشعر، عندك قشعة فوق راسك، هذا الطيب هذا العجائب يضبط. الرابط في الباب يا اخوان، وما تدخلون تلقى هذا هو العجائب، اسعاره حلوه ولطيفه وجيد وعلى مسؤوليتي، خرافي وجميل جدا. ثاني مره اعلن له لانه اسطوري. الرابط في البايو، اشتروا منه. وبنزيما هذا هو حلك، اشتر منه يا بنزيما وصدقني بتسجل اداء. اضافه لايك شير ومع السلامه.